إذا متابعي الكرام، متابعين شفتي بأن مثلا بكم في هذا البث المباشر من تمارة، يعني كما كنشوفوا جوج شابات وراجل يعني مسن اللي جاوا من تازة في هذا البرد الحارس، جاوا يعني كانوا تيشتغلوا بأحد الشركات، شركة يعني معروفة في البناء، إلا هذه الشركة يعني وقع لها شي مشكل، هاد الناس ما تخلصوش، خدموا معاهم مدة 4 سنين ياك أخويا. أربع سنوات إلا يعني كتوقف الشركة، السبب ما عرفوش علاش. اليوم هما كيطالبوا يعني تيقولوا بغينا غير رزقنا، بغينا حقنا، كنجيو يعني حتى الشركة ما دايراش معاهم لا سينيس أولا يعني شي وراق، دايرة معاهم واحد كونترا، كيقولوا بغينا رزقنا، بغينا فلوسنا، لأن اليوم حنا جينا مدينة تمارة، جينا خاصة ترونسبور، جينا معدين في هذا البرد. يعني كما كنشوفوا متابعينا الكرام حنا واقفين وكاين واحد البرد اللي هو قارس، هاد يعني جوج شباب وكذلك راجل مسن، يعني العمر ديالو كيتزاوج، تيتزاوج 50 سنة وقيلا. شيخ 55 سنة. 55 يعني راجل مسن 55 سنة. خلى وليداتو صغار. يعني مخلي وليداتو صغار، جا تا هو يعني هنا مولفين يعني كيجوا لهنا لهاد المكتب وكيتخلصوا من المكتب، يعني ما كيحاولوش يدوزوا لهم الفلوس. السلام عليكم خويا، شنو غادي نقول لك؟ حنا هاد الشركه راه حنا ما طلبناهاش، ماشي غير قبطنا وعيطنا لشوف تي في، راه حتى وصلت لنا العظم مع هاد الشركه. هاد الشركه كنا خدامين معاها دابا المده ديال 4 سنين، عندها المقر في تمارة وشاده مارشي في تازة، حنا خدامين 3 الناس لمده 4 سنين. اول حاجه ما داير لنا لا سينيسيس لا والو، هذا المشكل الاول. المشكل الثاني، هاد الشركه بلات معانا، بدات كتهرب غير بشويه. في الاول كانت كتسردنا فوفاكاش، في التالي ما بقاش كتسردنا الفلوس، ولينا كنضطروا نطلعوا الرباط باش نتخلصوا. كنجيو من تازه في الترونسبور ديالنا، ما كيعاودوناش حتى في الترونسبور، كنطلعوا حتى الرباط نتخلصوا. وشي مره كنا كنباتوا في الليل، كنباتوا في البرد، كيقول لك سير صبر حتى الغدا، ما كيسوق لكش، ما كيراعي لكش، زعما تحقرنا بزاف، حسينا براسنا تحقرنا نيشان مع هاد الشركه. راه صبرنا بزاف، عاد وصلتنا للعظم، راه عاد وصلنا معاهم لهادشي. كما درنا في قمه الحقره، قمه تحقرنا بزاف. دابا هاد النهار شدينا الكار مع 6:30 الصباح من تازه، معاش كنتو هنا 6:30، وصلنا هنا عندهم مع 12، دخلنا للبيرو. ملي دخلونا للبيرو لقينا الناس دايرين واحد الرينيو الشركه، اذا كاينين مسؤولين، لقيناهم دايرين واحد الرينيو. هضرنا معاهم، قال لك اخي تسنى واحد شويه لقاو شي حل. صونينا على المدير اللي كان شاد هذا المارشي في تازه، المدير اللي كان مكلف، قلنا له رحنا في تمارة، هضرنا معاه، رحنا في تمارة، قال لك يصبروا عليا، انا راني مسافر خارج من تمارة واحد شويه في كازا، انا نجي عندكم نريقل معاكم، نشوف الحل معاكم. بقينا كنتسناو كنتسناو حتى الوقت اللي كيخرجوا فيه، حتى جا الوقت اللي كيخرجوا فيه الموظفين، بداو كيخرجوا بالواحد، بداو كيخرجوا بالواحد بالواحد بالواحد، خلاونا مرميين في البيرو. جات واحد السيده اللي مسؤوله حتى هي هنايا، ما بغاتش، ما هضرتش مع دار السمح، انا ما هضرتش معانا كاع، ما هضرتش معانا كاع نهائيا، ما سوقتناش. تشتغلوا معاهم كانوا كيتعاملوا معاهم. واش شي غير حاجه اخرى، راه الزلم، راه الزلم مسؤوليه كبيره. دابا حنا بقينا مربوطين، حنا بغينا دابا حتى تعرضت علينا خدمه مع شركات اخرى ما لقيناش كنديروا نمشيو. عندنا السوارت، غتمشي تخوي غتخوي الشانطي، غتجي تشفر شي حاجه من تما ولا لقى شي مشكل، غادي يجيو عندك. فهمتي؟ دابا حنا ما قدينا نخويو، ما بقينا كنتخلصوا، حنا دابا هادي 4 شهور ونص. 4 شهور ونص ما تخلصنا، وحنا هذا المشكل عندنا معاهم ديجا من قبل. كيخلصوك بالطريف، كتكون كتسال شهرين كيعطيوك شهر مثلا ولا، وكيقول لك راه كتسال. وكنطلعوا من تازه للرباط الي والروتور والماكله من عندنا، كانوا مره كيعوضونا مره، اغلبيه ركبنا من جيبنا، حنا ما غادي نكذبوا في حتى حاجه. هذا الشيء اللي كاين. ودابا حنا مازالين لهذا الوقت، هذا الوقت اللي هي دابا هي راه 9 د الليل، وتخيل من 6:30 الصبح حتى 9 د الليل، ومازال الناس ما مسوقين لكش، ما عبروكش كاع، بحال اللي كتسعى عليهم. حنا كنطلبوا غير رزقنا، ما كنطلبوش هاد الناس يصدقوا علينا، حنا هاد الناس بغيناهم يعطيونا غير رزقنا، رزقنا يديروا معنا شي حل، نمشيو بحالاتنا نخدموا في جهه اخرى. دابا هما بغاو يطلقونا، ما بغاو يديروا معنا حتى حل، كيقول لك اخي صبروا 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 صبروا، كل واحد منين كيتهرب. دابا عندهم واحد المقر هنا في تمارة، عندهم جوج ديال الابواب، شي مره كيدخلوا لنا من باب ويخرجوا لنا من باب، كيقول لك يصبر احنا خارج، تلقاه مشى بحالو من باب الاخرى. شوف شوف شنو كيفاش كيتعاملوا معانا.
ما كيراعيونا، ما كيشوفوا الظروف ديالنا، ما عندنا العائله هنا، لا حتى واحد فينا تمشي فين غتبات. راه شحال من مره باتنا غير في القهوه مثلا، ولا كتسنى حتى يصبح الحال باش تهضر مع الشريك. ما دابا لحد الان مازالين ما عارفينش، راه حنا مازالين في البيرو، غنبقاو تما في البيرو معتصمين حتى يديروا معنا شي حل. راه السيد، راه السيد كبير، راه لداخل باش ما يسدوش علينا الباب. راه حنا ثلاثه د الناس، الراجل ها هو يدخل واحد وغادي يخرج هو حتى هو يهضر. السيد موسين وعيان بغا يسدو علينا الباب، راه تما السيد واجد. ما كيجيش ولا ما كيجاوبك والو. قبيله قلنا هضرنا معاهم، قلنا واخا حنا عيطنا للصحافه غادشي وكنعتذروا، مشاو للتلفزيون اللي برصناها في هذا الوقت. السيد راه جا معدنا معذب، جا دخل بلع السرجم باش ما عرفتش باش يبانوا سادين ولا ما عرفتش شنو. قبيله مشاو للكوميساريه هما عيطوا لنا البوليس، قال كاجيو عندنا نديروا معاكم شي حل. ما بغيناش نمشيو، حنا ما بغيناش شي، حنا بغيناش شي حل مع هاد الشركه، بغينا الشركه دير معنا شي حل. انت كتشوف اخي هاد الناس لا اله الا الله، وعندهم ماشي ما عندهمش، عندهم. حنا كنشوفوا غير السيارات ديالهم، راه افخم السيارات اللي عندهم. كيقول لك عندنا الازمه، ما بيناش عليهم الازمه كاع. السيارات اللي كيجيو بها راه خياليه. شركه معروفه، معروفه كتخدم بزاف، عندها المارشيات في جميع المدن، جميع المدن المغرب كامل كتخدم فيها هاد الشركه. حنا خدامين معاهم في تازا، حنا خدامين معاهم في تازا. دابا حنا كنسمعوا الهضره، شنطيات اخرين كيسالوهم الفلوس، ما عرفناش واش خلصوهم ولا ما خلصوهمش. ولكن حنا دابا كاينين غير ثلاثه الناس، واه مسؤوليه كبيره، ومازالين شادين لدابا، مازالين حنا خدامين لدابا. ماشي دابا ما قالوا لنا سيروا بحالكم، حنا مازالين خدامين وكاين الفلوس ما كايناش. هذه اربع شهور ونص مسؤوليه محملينها. راه فهمتي؟ راه 400 سكنه كاينه اصاحبي، راه 400 سكنه، راه شحال راه السوارت كاينين وكل شيء مسؤول عليهم اصاحبي. وحنا كنطلبوا رزقنا، عطونا رزقنا نمشيو بحالنا، هادشي اللي كنطلبوا، ما كنطلبوا والو. واش مسا خيك؟ حنا كنطلب رزقي، حنا جينا هنا عند هاد الناس كنطلبوا رزقنا نمشيو بحالنا، حنا ما خصنا والو، كنسالوا اربع شهور ونص عطونا نمشيو بحالنا. انا جيت نضيع جيت اخويا في الصباح هنايا، هنايا من الصباح، من الصباح هنا هنايا من الصباح. الغدا اخويا ما تغديناش، الغدا ما كليناش اصاحبي، الغدا الغدا صاحبي وما تغديناش. منين شدينا صاحبي؟ ماشي غير هاد المرة، هادي ازيد ازيد اربع سنين وحنا خدام مع هاد الناس اصاحبي. عام ولا عام ونصف حنا كنطلعوا، حنا كنطلبوا رزقنا باش نمشيو بحالنا، حنا ما كنطلبوا والو. كيف يعقل انت خدام؟ حنا ما كنطلبوا والو، حنا رزقنا وما كيعوضوش. حنا ما كنطلبوا لهاد الناس والو، حنا كنطلبوا رزقنا نمشيو بحالنا. هادشي اللي كان اخويا. ونزيدك اخويا واحد الحاجة، حنا هاد الفلوس اللي كنخسروا، كنخسروا تقريبا واحد 400 درهم ولا 500 درهم، هما يقدروا يخسروا عليها غير 60 درهم ويصردوها لك. فهمتي؟ خويا هادشي اللي كاين. دابا حنا كنطلبوا من هاد الشركه يجي شي مسؤول ولا يجي شي واحد اللي يدير معنا الحل، اللي يدير معنا شي حل. حنا ما غوتنا، ما سبينا، ما ضربنا حد، ما حنا دخلنا قانونيا للبيرو عند المسؤولين في الاول، صدفونا قال لك صبروا، خلاونا في واحد البلاصه جالسين. تا واحد شويه قال لك على ما ساليو الرينيو نهضروا معاكم. واحد شويه مشينا كنشوفوا القاعه اللي كان فيها الرينيو، ما لقينا حتى شي واحد. كلشي مشى، المسؤول المدير كيطلع راه في كازا، المسؤول كنهضروا معاه، جاوبني المره الاولى حيت ما كانش عارف النمره ديالي. دابا ما جاش، دابا مابقاش كيجاوبنا، قال لك يصبروا عليا، انا غادي نجي عندكم من كازا، نجي ندير معاكم شي حل. جات واحد السيده حتى هي قال لك مسؤوله هنايا، ما هضرتش معنا كاع، دازت محدانا ما هضرتش معنا كاع. خويا راه حنا بزاف تقهرنا، الله يحسن العوان اخي، الله يحسن. الشركه معروفه، معروفه لا معروفه هاد الشركه، معروفه هاد الشركه في المغرب كامله، معروفه هاد الشركه. اليوم انتم كتطالبوا بالحق ديالكم، بالحق ديالنا، حنا ما بغيناهم لا يصدقوا علينا لا يعطيونا، حنا خدمنا معاهم يديونا الواجب ديالنا، هاد الشيء اللي بغينا من هاد الشركه. راه حتى دابا بقى فينا الحال، تم التعامل اللي تعاملوا معانا، التعامل اللي تعاملوا معنا بحال اللي مع من كيتعاملوا مع الحيوان ولا مع شنو. والسيد دابا مخلي السيد مخلي ثلاثة الناس، مني السيد مخلي ثلاثة دابا مشاو عطاو النمرة ديالنا للبوليس، صوناو على السيد قالوا له اجي عندنا ونديروا معاك شي حل، غير باش ما عرفتش واش باش نخرجوا يسدوا الباب ولا ما نعرف. فهمتي؟ مني ما بغيناش نمشيو عندهم صافي، ما بقى حتى حاجة، ما جاو عندنا ما والو. دابا بقى واحد الموظف اللي كيدخل ويخرج مرة كيدخل يرقب علينا ويمشي. يعني كيتسناكم غير تخرجوا؟ كيتسنى غير نخرجوا ولا هو باش يسد الباب. حنا دابا راه ثلاثة الناس ما بغيناش نخرجوا بثلاثة، راه إن فوا نخرجوا غيسد الباب ويمشي بحالاته، حيت البيرو عندهم جوج دبيبان. ولكن بقى السيد، حيت أخويا إلا بقاو تسدوا الباب راه صافي هزنا الماء. سير أنت ديك الساعة،
فهمتي؟ وانت كتشوف الجو كي داير اخويا، البرد وراه صعيب فينا تبات، مدينه كبيره ما عارفش لا فينا تمشي لا فين تجي، راه ما ساهلاش. راه هما اللي كيجايه من هذه القضيه سهله، راه ما ساهلاش بالنسبه لينا. هما كيتساراو في الطوموبيلات كيداني، ويجي يقول لك في التاوا صبر صبر صبر، ما كيعطيوناش حتى شي حل مناسب. من حتى 4 سنين نتوما خدامين، راه ما ساهلاش. لا لا سيني سهلة حتى حاجه، ومسؤوليه اخويا. 4 سنين ساهله ولا عنده وليدات كما قلت بانه انا اخويا غادي ندخل انا وغادي نكلمو لك، غيجي يهضر معاك. اذا متابعي الكرام، متابعي شوف تي في، يعني كما كتشوفوا القصه تاع هاد الشباب اللي يعني خدامين في واحد الشركه اللي هي معروفه، يعني اللي اشتغلوا معاه لمده 4 سنوات. اليوم جاوا المقر ديال يعني المكتب، يعني باش ياخذوا المستحقات ديالهم، يعني رزقهم، الا تتفاجئوا يعني ما كاينش شي واحد تيستجيب معاهم او كيهضر معاهم. اليوم هم كيناسلوا المسؤولين، كيناسلوا مفتش الشغل، يعني باش ياخذوا لهم الحق ديالهم. يعني متابعي الكرام، السلام عليكم الحاج، تاع في قناه شوف تي في، قناه الشعب. كنا جالسين في البيرو، جالسين وسي كان من البرد، ما كاين لا هذه لا هذيك لا فلوس لا والو، حنا كنعينوا خلف دابا يجي وما يجي وما بان التصيح الداخلي. الحاج شحال عندك ديال الوليدات؟ انا عندي 2 وليدات انا والمراه، وخدام على الوالده وخوتي. بالنسبه لهاد الشركه الحاج كتشتغلوا معاه، واش كندير لكم شي وراق، كندير لكم شي لاصق؟ لا والو، ما دايرين حتى حاجه. انتم كتشتغلوا في البناء، يعني شاد البروجي؟ اي حنا اساسه اساسه غارديانات. غارديانات واه، هما غارديانات في هذيك الشركه. قدامي مع داك الشركه خلونا تما، كانتوما هنايا مقابلين هذا المارشي، يعني تما مقابلين داك المارشي 4 سنوات، 40 برتما 400 برتما فيه، و20 عماره راه وتماره، والمشاكل مع المجرمين في الليل، بزاف د الحوايج عندنا. يعني قاسيت البرد، البرد ما نهضروش عليه، البرد هاد الركابي ديالنا مشاو. جيتو ممتازه اليوم المقر اللي هو في مدينه تماره باش تاخذوا ارزاقكم، شنو قالوا لكم؟ اللي كنهضروا معاك يقول لك ما كاينش المسؤول. جا واحد السيد قال لك دابا نجي من الدار البيضاء ونعطي لكم داك الفلوس ديالكم، وحنا عاد كنعينوا ما بين اللي حد. ما مشيتوش لمفتشيه الشغل؟ لا لا ما مشيناش. الحاج شحال كتسالوا دابا؟ شحال يعني؟ دابا كنسالوا 4 شهور ونص نتاع الخدمه اللي خدامين، بلا 4 سنين الخدمه اللي خدمنا معاهم، يعني بلا المصحف. اي 4 شهور ونص هذه كنسالوها نتاع خدمه، 4 سنين. اليوم جيتو من تازا الحاج، فين غتمشيو تبيتو في هذه الليله الحاج؟ فين غتمشيو تبيتو؟ ما عندنا فين نمشيو، في الزنقه. الماكله كما قالنا الصديق بانكم والو شديتو الطريق البارح. اي قبتنا مع 6 الصباح قبتنا الطريق، راه حنا باقيين هكاك. الله، لا ماكله لا فلوس. لا خليتي الوليدات الحاج تما؟ اي خليت الولاد كيعاونوني نجيب الفلوس. جيتي هنا باش تجيب الوليدات الفلوس؟ اي مشيتي باش تجيب لهم الفلوس، تجيب لهم ما ياكلوا الا وتلقى راسك انت مليوح نفس الشيء. مليوح واخي، ماشي كل شهر كنجي كيوقع هناك كنخبي على البرد. واه ايوا هذا الشيء اللي كاين. الرساله لهاد صاحب الشركه اللي كان تيشوفك، لا داعي لذاك الاسم الشركه، إيه. شي رساله اللي كان تيشوفك؟ الله يرحمه الوالدين، الا كان كيسمع فينا يشوف محل داك الوليدات، وحنا مزيرين بالكرا مصروف عند اموالي الحوانت وكل شيء كيسالو، حنا غارقين في الكريديات اخي. ايوا صافي السيف والزوبه، احتاجيت الفلوس، بغيت نرزقكم الحاج. ايوا بغينا فلوسنا، ولكن مازال ما بان حتى شي واحد اللي يعطينا فلوسنا. واخا الحاج، سير الحاج دخل على البرد، على الله يعافيك. بارك الله فيك. توصل الرساله ديالكم اليوم عبر قناه الشباب. ونتمناو ونتمناو. حنا جينا عنده سلميا اخي، ما جيناش للعنف. شكون الدري الاخر؟ اجي اخويا. ماني زين. سير. كلموني كلموني. لا خصني انا نجلس. دابا الى خرجوا الحاج المباشر، الى خرجوا من المكتب الحاج غيسدوا عليكم المكتب. غادي نبقاو برا. حاليا معتصمين في المكتب، بغيتو رزقكم؟ بغينا رزقنا واه، من ضروري، لحقاش عندنا الاولاد، عندنا الكرا، عندنا بزاف د الحوايج اللي تابعيننا اخي.
هاد الشركة معروفة في تازة؟ معروفة في تازة وفي الرباط في المغرب كله كاين معروف كامل. هي يعني حتى من الخلاصم ديالكم الحاج قال لي السيد بانكم كنتو كتجيو حتى لتمارو كتاخذوا هي هذه تقريبا عامين وحنا كنجيو حتى لهنايا كل شهر كنبيعوا 300 درهم 400 درهم كتخسروا من عندكم من عند هو كنجيو حتى لهنا وجه الرساله صاحب الشركه مره اخرى على الله وعسى يتخلى يعني وجه الله يرحمك الوالدين المعلم عندنا الوليدات وعندنا بزاف د الحوايج اللي ما كنعلموهمش حنا خدامين معاكم محملين المسؤوليه نتاع العمارات كاملين وخدامين بالجد معاك ما كنغشو ما والو ديما حاضرين وديما يرحم الوالدين الا جات على خاطرك شوف الحال داك الوليدات شكرا الحاج خويا الرساله الاخيره يعني كنتمنى فيك يعني شويه اذا انا صراحه طلع يعني تعبان فيك الحاج العيال بزاف اخويا بزاف مخزن نقولوا حنا صغارين شي شويه وكان ولكن السيد راه كبير وعنده جوج وليدات صغارين عنده جوج وليدات صغيره كيصوني عليه كيقول له بابا فين راك كاين قيال ما شفناكش هذا النهار راه حشومه ماشي هو جالس مع ولادو في الدار دافي مع راسو سخونيه هذه كلشي موفر له وما مراعيناش راه حشومه صافي والله الا حشومه عليه حشومه عليه نتمنى تشوف يعني الله وعسى يكون يشوف فيكم صاحب هذه الشركه هذه يعني توجهوا لي انتم كشباب يعني واحد الرساله يعني انتم ما كطالبوش يعني ما بغيتوش الفوضى ما بغيتوش المشاكل انتم بغيتوا رزقكم حنا خويا بغينا غير رزقنا حنا راه حنا واخا حنا دابا حاليا كنتواجدوا في المقر راه حنا في المقر الداخل ما غاديش نخرجوا غنباتوا هذه الليله في المقر في البرد بالجوع بكل شيء غنبقاو في المقر وغدا ان شاء الله غنتسناو واش يجي شي واحد يدير معنا شي حل والا ما جاوش غنبقاو في المقر ما غنخرجوش من المقر حنا ما غندابزو ما غنسبو ما غنعايرو ما غنغوتو ما والو حنا غنتسناو شي مسؤول يدير معنا حل باش نمشيو بحالاتنا هادشي اللي كاين حنا بغينا مسؤول اللي يدير معنا حل باش نمشيو بحالاتنا هادشي اللي كاين صراحة الله هاد الشركة راه حنا ماشي ما صبرناش معاهم راه صبرنا معاهم كثر من القياس راه باش تجي من تازا باش تخلص في الرباط راه فين كاينة هادي يقول لي اخويا فين كاينة هادي من تازا كنخسروا عليها حنا 600 درهم هما يقدر يخسر عليها 60 درهم حدا في الباب هي كاينة غير هنايا فين كيسردوا الفلوس هي كاينة غير هنايا فين غيسرد الفلوس ما غيخسر حتى حاجة أحسن من الله السينيس يعني كنجيبوا الحاج عنده وليدات يعني عنده وليدات السيد عنده وليدات وكاري ما عندوش حتى الدار لا انا باقي ما مزوج ولكن عندكم واحد المستقبل الدراري اللي بجوج معانا الدراري اللي بجوج مزوجين هذا السيد والسيد الاخر بجوج مزوجين يعني فين تزوج مع هذا واش هذا ما مخلصكش باش غتزوج واش هادو كيدعموا على انك تساقر وتجمع راسك حشومه كاع والله الا حشومه والله خويا وتشوف الطوموبيل باش كيجي ولدو راه لا اله الا الله وشوف السياره اللي عند الخدامه ديالو راه بزاف هو كيجيب الشيفور ما كيسوقش حتى بيدو وعلى جوج دريال ديالنا يبقى كيمرض علينا حشومه كاع يعني صراحه طلعت شي حس في النفس والبرد يعني كنشوفوا البرد يعني كنشوفوا البرد قارس في هذا الليل يعني كنتمنوا يعني اذا متابعي الكرام متابعي نشوف تيفي يعني كما تشوفوا يعني حنا كنتواجدوا معكم من مدينه تماره يعني كما كنشوفوا هاد جوج يعني الشباب وكذلك هاد السيد اللي كيبلغ من العمر ديالو 55 سنه ياك الحاج 55 سنه يعني شحال وليدات؟ جوج وليدات مخلي جوج وليدات يعني في تازه وسيدي ما كيرجع في البرد هو كيرجع في البرد يعني صراحه الله حنا والله الا كنتواجدوا وبدورنا يعني حنا واقفين هنا والبرد صراحه الله واحد البرد اللي هو قارص بزاف شوف دابا المشاركه الا قدر يخرج يتسخر غير للحانوت الا قدر يخرج يتسخر غير للحانوت انا اعطيه اللي بغى في هذا البرد هو دابا كاي لا اله الا الله وصافي يعني صراحه المتابعين الكرام حنا كنتواجدوا والله تنتواجدوا في هذا المكان والبرد قارص يعني كما كنعرفوا يعني البرد في جميع يعني المدن المغربيه الا كنشوفوا هاد الشباب اللي جاوا من تازق وكذلك هاد سير ابويا دخل على البرد يعني كنشوفوا هاد الناس اللي جاوا من تازق جاوا باش ياخذوا يعني المستحقات ديالهم يعني المصاريف ديالهم اللي خدموا اربع سنوات بقاو كيتسالوا اربع شهور كيجيو يعني من تازق هاد اربع سنوات كيجيو حتى للمقر اربع شهور ونص يعني اربع سنوات كيجيو بعد اربع سنوات اخويا طلعنا اربعه ولا خمسه المرات غير في الشهر يعني وتخيل اي واحد كتقام عليا طلع ب 600 درهم لواحد وقال هاد الايام تقول خسرتوا وقال خسرنا اكثر من داك الشيء اللي كان واقيلات راه خسرنا وما كيقول لك اخي ومني كنا كيخلص
بيرسونه داكشي اللي كتسال كيعطيك غير داكشي ما كيعوضكش مره شي عوضونا شي مرات قلالي الصراحه الله عوضونا شي مرات ما عوضوناش 100% عوضونا غير النص كانوا كيقول لك نتعاونوا معاكم وشوف دابا كيقول لك نتعاون معاك بحال اللي جاي نسعى ولا ما انا جاي كنطلب بحقي وحنا كنا كنصبروا كنقولوا صافي خدامين هادي نصبروا كان جاو كنتخلصوا كتمشي بحال كتشد داك البركه كتمشي بحال دابا قطعوا علينا في خطره وحده وبقاو رابطيننا تما دابا عندنا مشاكل كبيره ماشي غير الخلاص دابا الخلاص ومربوطين تما مربوطين دابا جيتو من تازه انا تعرضت عليا خدمات في جهه اخرى وما بقيتش كندير نمشي جيتو من تازه ما كاين لا حنين لا رحيم لا والو من تازه وكتنزل في الرباط وخصك تولي تشد الطاكسي عاوتاني لتماره فهمتي عاوتاني خصك تولي ترجع وشي مره ما كتلقاش ترونسبور كتبقى مرمي وشي مره الله يسر انت كتشوف هاد الحوادث ما كتعرف شنو يوقع لك راه ماشي شي حاجه اللي ساهله دابا هو كيحسب امر ساهلين ولا معدين عليه ولا شي راه حنا كنهضروا راه وصلت لنا العظم راه صبرنا معاه ماشي ما صبرنا ها هما الشركه يجيو مسؤولين ويقول لك واش صبرنا ولا ما صبرناش ماشي كيخبطنا ودنا كنهضروا راه صبرنا وصبرنا وصبرنا حتى تقاد لنا الصبر صافي وصلت لنا العظم اخويا قررنا نعيطوا لكم ومازال حنا ما غاديش نتفاكوا حنا مازال ما غاديش نتفاكوا بينا بدورنا جينا الصراحه كنشكروا شوف تي في جات ولبات لنا النداء وجاو عندنا في هذا البرد وتكرفصوا لا لا اله الا الله اذا متابعي الكرام متابعين شوف تي في كنتمنى هذه الرساله يعني توصل لصاحب هذه الشركه هذه يعني ياخذ بعين الاعتبار هاد جوج الشباب وكذلك الراجل المسن اللي كي يعني من العمر ديالو 55 سنه اللي عنده جوج اطفال اللي مخليهم في تازه كيتسناو تيقولوا امتى غيوصل بابا غيجيب لينا باش نتعشاو باش غنتغداو تيقول ما خليت لهم لا غدا لا عشاء كذلك هاد الشباب اللي هما الان يعني هنا في تماره ما عندهم فين يباتوا ما عندهم ما ياكلوا ما يشربوا اليوم كيناشدوا يعني مفتشيه الشغل وكذلك المسؤولين وكذلك هذه رساله صاحب الشركه يعني هاد الشباب اللي كيتسالوا ربع شهر ونص وذاك يعني النهار جينا وقالوا عندهم حتى واحد البيرو لتحت في الرومبان ديال المشروع جينا قال لك سيروا اسبوع غادي نجيو نخلصوكم تما وتعطيونا السوارد ديالنا قالوا لنا اسبوع سيروا قال لنا المدير قال لك سيروا غادي نجي نخلصكم داز الاسبوع وصل الوقت اللي خصو يجي فيه ما كيجاوبناش نهائيا عطاونا وعد قال لك غنجيو عندكم صافي كونوا هانين غير سيروها شنو ها شنو ها والو ما جا حتى واحد واضطرينا نوليو نطلعوا هاد المره راه ما غنرجعوش هاد المره الا ما ادوناش الواجب ديالنا راه ما غنرجعوش راه غنبقاو هنايا صافي حيت ما عندنا فين نرجعوا فين ترجع اخويا رسالتك الاخيره على الله وعسى يحل قلبه يحل قلبه هاد الشركه بغيتك توجه لصاحب الشركه صاحب الشركه كنطلبوا منه يراعي الظروف ديالنا راه ماشي شي ظروف اللي هي كبيره ولا غتكلفوا شي حاجه راه ما غتكلفوا حتى حاجه راه بحال تحيد شي خشام مشي عجينه واش تنقص لنا شي حاجه راه بحال هكا السيد راه ميسر عليه الامور الحمد لله راه ما غي ما ماشي زعما كنقولوا صدق علينا ولا عطينا من جيبك ولا شي حاجه عطينا غير رزقنا ادينا له الواجب ديالو يدي لنا الواجب ديالنا كانوا كيجيو كيلقاونا ديما في الخدمه هما بعادين كيجيو كيلقاونا في الخدمه الحمد لله انتم ما عمرش شكاو منا نزلوا عليكم يعني الا صراحه يعني ما تضرات النهار اللي جينا بقاو علينا واش الشركه ما فهمناش داك الموضوع مازال عاد بغينا يفهمونا مزيان قال لك الشركه شده السانديك ولا ما عرفتش ما فهمناش داك الموضوع مزيان شي تبقى راه خصية فهمتي خص حيت يهضروا معنا غير الخدامه ما هضرش معنا المسؤولين اللي يشرحوا لنا ويقولوا لنا شنو كاين فهمتي هما ما عبروناش كاع نهائيا بحال شي حشرات جالسين كيصطموا فينا ويزيدوا دايرين جوج بيبان كل واحد مني كيسلت كيقول لك يتسنى في واحد البلاصه واه هادي وهادي كيسلت راك عارف تحرميات ديال الخدمه وحنا عينا ما نصبروا اخي صافي تقاد لنا الصبر ما بقاش عندنا الجهد ديال الصبر حنا بغينا هاد المسؤولين يديروا معنا حل حنا هاد الناس راه ما كنقولها لدابا هو هما ما تعدينا ما غوتنا ما درنا حتى شي فوضى كنطلبوا الحق ديالنا بالقانون وكان سالوهم الفلوس ماشي زعما راه اربع شهور وزياده ما تخلصناش ومربوطين زيد عليها من الفوق مربوطين في ذاك الخدمه مسؤوليه مازال عندك المسؤوليه كانوا غير حبسوك وتبقى معاهم في الاجراءات المهم محابس دابا مازال انت معاهم وعندك مسؤوليه خويا تنتمناو يعني من صاحب الشركه يعني باش يشوف يعني هذا المباشر ويشوف من حالة يعني هاد جوج شباب وكذلك يعني السيد اللي كيبلغ من العمر 55 سنه اللي جاو محن يعني اللي جا محن يعني من تازه جاو من تازه يعني كيطلبوا من المستحقات ديالهم يعني بالمطالب ديالهم اللي هما اربع شهور ونص اربع شهور ونص اللي يعني اربع شهور ونص يعني وقع خسروا هاد الناس
غير سير واجي. دابا هاد الشباب اليوم هاد الشباب في غيباتو شنو غياكلوا؟ اللي تيقول لك حنا جينا يعني ما مره ما جوش نخسروا يعني اكثر من هاد الشيء اللي غناخذوا. يعني هما تيطالبوا بالرزق ديالهم حتى يعني المسؤوليه باقا يعني محتم عليهم مسؤوليه في تازه. اليوم هما كيناسوا صاحب الشركه وكنتمنى هاد الرساله توصل لصاحب الشركه يعني باش يشوف من حال هاد الشاب وكذلك يعني الشاب اخر والراجل المسن اللي كيبلغ 55 سنه اللي عنده اطفال. اذا متابعي الكرام متابعي نشوف تي في والله لا تتحس في الناس لان كنشوفوا يعني ناس جاوا من تازه والبرد يعني انا تنتواجد معهم حاليا كنقوقف بالبرد. فين غيباتهم ساكن في هذا الليل؟ شنو غياكلوا؟ شنو غيشربوا؟ والله الا صراحه الله كنتمنى تنتمنى يعني من صاحب الشركه يحن بقلبه يشوف من حال هاد الشباب لانهم تيقولوا بغينا غير رزقنا. متابعي الكرام متابعي نشوف تي في ما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله وكنتمنى يعني شي حد واخا تخلي الرقم الهاتف ديالكم على الله وعسى ان شاء الله شي حد يتصل انكم جيتوا تمارا والبرد هذا وكما قلت ما كاينش فين تباتوا على الله وعسى يعني شي مسؤول او ولا شي جمعيه باش تدخل في القضيه ديالكم. دابا حنا دابا ماشي دابا حنا ماناش خايفين نخرجوا نمشيو لشي بلاصه مثلا يجي شي سيد ولا يبغى يتعامل معنا ويدينا نلبسوا شي بلاصه ويسدوا علينا المقر. راه ما غنوليوش نشدوه راه ما كيجيبش بزاف لهنا حيت عندهم جوج مقرات ما كتعرفش فين غتشدهم. دابا الا بقينا تمشينا راه ما غيعقلوش علينا فهمتي. حنا خصنا حنا غادي بغينا نلبسوا في المقر باش تكون عارف لك حنا بغينا نلبسوا في المقر فهمتي باش يديروا معنا حل. هاد الناس باش يجيو في الصباح يديروا معنا حل. خلي الحاج خليه الحاج الله يرحم الوالدين فهمتي. هادشي اللي كاين اخويا دابا حنا راه غنباتوا في المقر بغاو يجيو يديروا معنا شي حل دابا ونمشيو بحالتنا. مزيان هاد القضيه حتى حنا ما كرهناش نمشيو بحالتنا ما بغاوش يديروا معنا شي حل ها حنا معاهم قانوني غنبقاو هنايا اخويا حتى الماكله ما غناكلوش راه غنبقاو هنايا. شكرا لك. اذا متابعي الكرام متابعي نشوف تي في دمتم في رعايه الله كنا معكم من مدينه تماره.